بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتورة غادة عبد الرحمن الخطيب، أستاذ مساعد الغدد الصماء والسكر، كلية الطب جامعة أسيوط. الحقيقة أنا هتكلم النهاردة عن مضاعفات مرض السكري. مرض السكري أنا مش بعتبره بس إن هو مرض مجرد إن أنا هظبط السكر بتاع المريض وخلاص. مرض السكري إحنا بنعتبره مرض الأوعية الدموية، بمعنى إن ليه مضاعفات على الأوعية الدموية الكبيرة والأوعية الدموية الدقيقة. الأوعية الدموية الكبيرة يعني السكر ده بيأثر لي على القلب، ويبقى المريض عرضة لتصلب في شرايين القلب، عرضة أن يدخل في ذبحة صدرية، عرضة أن هو يدخل في جلطة في القلب، كمان أن هو بيأثر على الشريان اللي بتغذي المخ، الشريان السباتي، وممكن يعمل تصلب في الشرايين ويبقى المريض عرضة لجلطة دماغية، بالإضافة إلى أن هو ممكن يأثر لي على شرايين الأطراف وبيحصل قصور فيها، وبالتالي المريض بيبقى عرضه ان هو يبقى فيه قصور في الدوره الدمويه اللي هي رايحه للاطراف، وممكن يبقى عرضه لو حصل له قدم سكري ان يحصل غرغرينه وبتر نتيجه لقله الدم المتدفق في الاطراف. فدي اللي هي الاوعيه الدمويه الكبيره اللي بيأثر عليها مرض السكر. الاوعيه الدمويه الدقيقه زي عندنا العين، ممكن يعمل اعتلال شبكيه العين، ممكن يأثر لي على الكلى ويعمل اعتلال الكلوي اللي هو مصاحب لمرض السكر، وممكن يأثر على الأعصاب طبعا ويعمل اعتلال للأعصاب ويحصل ان يجي المريض السكر بالتهاب في الأعصاب الطرفية طبعا، ويشتكي جامد لدرجة انه ممكن يفقد الإحساس بالأطراف ويبقى عرضة برضه للإصابة وعرضة انه ممكن يدخل في قدم سكري ومشاكلها. عشان كده احنا بننصح مريض السكر ان هو اهم حاجة طبعا ان السكر بتاعه يبقى مظبوط، زي ما احنا قلنا المفروض ان هو يقيس على الأقل عالريق الصبح اول ما يصحى من النوم قبل الاكل ان السكر ما يزيدش عن 130، يبقى من 80 ل 130. بعد الاكل بساعتين السكر بتاعه ما يعديش ال 180، وكل 3 شهور يعمل سكر تراكمي، لو مظبوط يبقى هيعمله كل 6 شهور بحيث ان السكر التراكمي ما يزيدش عن 7. ده بالاضافه الى طبعا النظام الغذائي رقم 1، الالتزام بالعلاج بتاعه رقم 2، رقم 3 وده المهم ان مريض السكر المفروض كل 6 شهور يعمل رسم قلب، يعمل دهنيات في الدم، يشوف اخبار الدهون ايه، لو احتاج علاج لازم ياخد علاج فورا، لازم يعمل وظائف كلى ويطمن على ان الكلى كويسه، لازم يعمل تحليل بول ويتاكد ان مفيش زلال في البول او في اي مشكله، لازم سنويا يروح لدكتور الرمد حتى لو هو مش بيشتكي، لان هو طبعا احنا بنخاف ان المضاعفات دي تظهر، هي بتبقى على المدى الطويل، فلازم انا اتابع الموضوع ده اول باول، لو الحاجه ظهرت في بدايتها يبقى ايه الحق اعالجها، فلازم يروح لدكتور الرمد ولازم يعمل فحص قاع عين عشان يتاكد ان العين كويسه وان ما فيش اعتلال شبكي، لان زي ما احنا قلنا اي حاجه في بدايتها بيبقى علاجها بسيط، لكن انا لو اتاخرت عليها ممكن لا قدر الله يفقد المريض ده الرؤيه. الحاجه المهمه كمان برضو بالنسبه للاطراف، لازم طبعا يهتم برجليه جدا، لان زي ما احنا عارفين ان مرض السكر بيأثر على الشرايين الاطراف وممكن يعمل اعتلال فيها ومشكله، وبالتالي ممكن يحصل قصور في الدوره الدمويه وده ممكن يعمل قدم سكريه، فلازم يبقى طبعا من ناحيه الاهتمام بالقدم يفحصها كويس يوميا، يطمن ان مفيش مشكله، الحذاء اللي بيلبسه كمان يكون مناسب لمريض السكر، يكون النعل بتاعه تخين شويه عشان مفيش اي حاجه ممكن تعوره، يكون مش ماسك على الصوابع قوي عشان ما ياثرليش على الدوره الدمويه بتاعه الرجلين، لازم يبص في صوابعه بين الصوابع، لازم يقص ضوافره بطريقه معينه عشان ما يعملش اي اصابه لرجله، والاهم من كده ان هو طبعا لو بدا يحس ان في الاحساس بالميه او الاحساس بالحاجات السخنه والبارده قلت، لازم طبعا ياخد باله من الحاجات دي عشان ما يتعرضش لاي التهابات واي مشاكل. شكرا لك.